السلام عليكم. نهاركم سعيد. حنان اسمي خالد من لغرون كافي دالجي طنطاوزين من الجزائر العاصمة، الجزائر البيضاء، الجزائر الجميلة، الجزائر العاصمة، المدينة الأوروبية. كل شيء جميل والأحوال تسير بخير وعلى خير. ينقصنا السياحة، ينقصنا أشياء فكرية للإتيان بالسواح، يعني تغيير الفكر في الشعب، استقبال السياح مثل كل العالم العربي. وفي يوم من الأيام تتغير العقول والفكر ويكون هناك عمل على هذا الجزائر. جيل الشباب الجزائر، سلام. Oh, sorry.